تعد قرية الجزائر بالدقهلية إحدى قلاع الزراعات المحمية في مركز بلقاس، حيث تعد الدقهلية من أولى وأكبر المحافظات في زراعة الصوب الزراعية. تحتوي المحافظة على أكثر من 30,000 صوبة زراعية تنتج جميع أنواع الخضروات والتي يحتاج إليها السوق المصرية. ليس هذا فقط، بل يتم تصدير الخضروات منها إلى مختلف الدول العربية. الناس هنا تمرست وبقت على علم ودراية زي المهندسين الزراعيين في زراعة الصعب، يعني ما شاء الله يبقى عارف ان احنا واحنا داخلين قال لك ده ناقص كالسيوم، ده ناقص مش عارف الفلاح المزارع نفسه اتعلم ده ناقص كالسيوم مع نيتروجين، ده ناقص ده بياض زغبي، والفلاح فاهم ودارس وفاهم. احنا معاهم الإدارة الزراعية دائما بنمدهم بالمعلومات، بنوفر لهم كل مستلزمات الإنتاج، معظم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة النيتروجينية الموجودة عندنا المدعمة. الزرع عندي مساحات طبعا كويسة للأرض، عندي مناسبة لزراعة الصوب. احنا بنمد الفلاحين طبعا بالمعلومات اللي بدنا بحصل له صواب، بيجي ياخد من عندي من الجمعيه الاسمده، بيصرف الاسمده بتاعته حسب الحصه بتاعته المتوفره، بمده طبعا بالمعلومات لو محتاج اي معلومات من الاداره الزراعيه او مني بمد بالمعلومات المناسبه. تزرع امتى، تعمل امتى، النبات ده ناقصه ايه، عايز ايه، محتاج ايه، اعمل كذا اعمل كذا، وبياخد توجيهات برضه طبعا مننا، مجهود جامد من وزاره الزراعه للصوب الزراعية. مع ان الفلاح الوقت عندي في منطقة الجزائر بالذات ازداد خبرة ومعلومات هائلة زي المهندس الزراعي حاليا دلوقتي في النحل.